حمدي الحربوي هداف البطولة البلجيكية. حمدي مرحبا بك. حمدي سوليدو هاد السنة هادي كانت قريبة لمهدي كارسلا. والله شوف مهدي إلا فين تخيبان سيزون معناتها تخيبان الانية 2018 دوماج معناتها أنا حبيت مهدي هو اللي يفوز بها معناتها بالجائزة هذي، لكن الحمد لله معناتها هو كمل في الثاني. هذا شرف لينا كمغاربة معناتها اللي مهدي معناتها يكون على البوديوم، وإن شاء الله إن شاء الله الموسم والسنة الجاية مهدي يفوز بها إن شاء الله. سمعنا حمدي عيغادر البطولة البلجيكية، هل صحيح؟ والله كانت في إمكانية معناتها باش نغادر، لكن فريقي متشبث بيا معناتها باش نوصل لآخر الموسم، وفي آخر الموسم اللي فيه الخير ربي يسهل فيه إن شاء الله. نقدر نقولوا صراع قوي على ليون بيلج ما يرجو أغادر شامبيون بيلج. صحيح يعني فما كثير لاعيبه معناتها يتنافسوا على جائزة أحسن لاعب مغربي في البطولة البلجيكية. اللي باش يكمل معناتها على أحسن منوال هو باش يفوز بها في آخر الموسم. دريمو على كوب دافريك في مصر، منتخب تونسي قوي؟ والله المنتخب التونسي عنده حدوده معناتها في كأس إفريقيا، عندنا فريق شاب فريق طموح، إن شاء الله معناتها نوصلوا البعيد في كأس إفريقيا هذا إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. وعلى نور الدين.